انا عم البنت هذه البنت كانت بطن امها لما ضربت طياره طيار بشار لما كان ضربت البيت البيت موجود فيه امها واخواتها واخواتها اثنين وثلاث نساء بنت خالها وخالتها ومرت اخوها ولما قامت ضربت طياره ماتوا الخمسه وكانت ام طيبه وهي البنت طلعت اثار الضربه طلعها الى شو كسر الى فرد الدفاع المدني امنا ننقذ الام والبنت وهذا الله قدرنا عليه الله ينصرنا وينصر ويخلصنا من ظلم بشار. يعني هي البنت لما صار القصف كانت لسه بطن امها؟ كانت بطن امها بعد ثلاث ايام ولدتها. ولدتها وايدها مكسوره. ايدها مكسوره هي الضربه طلعت الضربه هوني هي ايدها مكسوره صار لها على عمرها 10 ايام مضروبه ايدها بعد ثلاث ايام ولدتها. الام لما كانت تحت الانقاض تحت سقف شيء؟ تحت الانقاض تحت سقف طلعنا بتعصر. فضل دفاع المدني الله يجزيك خير عندنا دفاع المدني جديد الباب الله يطول بعمرهم والله يستر الشباب الله يجزيك خير الله يجزيك